بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجل اللي جالس على الكرسي، لا، كنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانت تتكلم، اهبط الى الارض الله يفتح عليك. نعم، انت تعلم اني اعنيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في الحكم بين الناس. وعن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود لابنه: يا بني لا تقطع أمرا حتى تؤمر مرشدا، فإنك إذا فعلت ذلك لم تحزن عليه. لا تقطع أمرا حتى تؤمر. يحيى بن أبي كثير هذا من تابع التابعين، روى هذه الرواية عن سليمان بن داود، عن سليمان بن داود عن ابنه، يوصي ابنه. سليمان نبي من الأنبياء، وهناك مفاوز طويلة بين يحيى بن أبي كثير وبين سليمان، لعله أخذه من أحد علماء الكتاب أو قرأه في كتبهم فروى هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني إذا بلغك خبر منهم قل للناس ما سمعته عنهم، إن لم يكن سماعك باطلا مضاد لهذا الشرع فلا يجوز روايته. أما أخبار لا تعلم صدقها ولا صحتها فأخبرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عن الأمة الحرج. هذا الحديث الأثر عن سليمان أورده البيهقي في كتاب الحكم بالشرع، أي ما يجب للحاكم أن يحكم بين الناس في الفصل بين الحكومات، لا يذهب هنا ولا هنا ولا يقول إلا ما جاء عن الشرع. ما مناسبة هذه لهذا الباب؟ الفقهاء والمحدثون إذا أوردوا بابا يضعون له عنوان، هذا العنوان يحتوي على جميع ما يرد من مسائل فقهية أو أحاديث، لابد أن تجد لها صلة ذاك الباب. باب الطهارة بالماء، كل ما يأتيه بعد ذلك في الطهارة. باب ما ينقض الوضوء، يريدون فيه الآثار. هذا الحديث اسمعوه ثم يفكر المرء ما صلة هذا الأثر بهذا الباب، لأن المصنفين في هذه الأحكام أناس بلغوا من الدقة وسعة العلم أنهم يعرفون
أن هذه الأحاديث والآثار مرتبطة بهذا العنوان. ولذا أصح التراجم، التراجم جمع ترجمة، والترجمة هو ما يوضع عنوانا للباب ليبين أن جميع المواضيع إن أردت بحثها فهي تحت هذا العنوان. ولذا يقال أصح أدق الكتب في العناوين ما جاء في صحيح البخاري وما جاء في سنن الدارمي وسنن النسائي، فإنه كان دقيق الفقه في الاستنباط. اسمعوا ما يقول هنا، يقول أن سليمان نصح ابنه أرشده: يا بني، كلمة يا بني من باب اللطف، لا تقطع أمرا، ولا انقطع أمرا يعني لا تأتي بأمر تريد إنجازه، لا تأتي إلى أمر تصمم أو تعزم على إنهائه، لا تقطع أمرا. قطع الشيء بمعنى فصله، فالأمر أحد الأمور، يعني أمورك لا تجزم بإنهائها ولا تقوم بالتصميم على فعلها إلا بعد أن تؤامر. آمر بمعنى طلب أمر فلان، الأمر بمعنى الإرشاد والنصح والفكر، أن لا تفعل أمر حتى تشاور مرشد، يعني ذو رشد ناصح ويعلم ويقول لك الحق. اسمع ما يقول، قال: يا بني لا تقطع أمرا حتى تؤامر مرشدا. هذا الأثر جاء به لأنه سيرد بعده آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الاستشارة، أن المرأة المسلم إذا عزم على أمر قبل القدوم عليه يستشير أهل الرأي والناصحين، ثم بعد ذلك يستخير الله ويعزم. لا، من استشار ما يندم، لكن من لم يستشر وأخذ برأيه واعتز به وأعجب بذلك في الغالب أنه لا ينجح مسعاه. اسمعوا ما يقول، اقرأ يا عبد المؤمن. عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود لابنه: يا بني لا تقطع أمرا حتى تؤامر مرشدا، فإنك إذا فعلت ذلك لم تحزن عليه. فإنك، الفاء يسموها تعليل مع كلمة إن، إن فعلت هذا آمرت المرشد واستشرته لا تحزن. الحزن إنما يكون عن أمر خاب سعي المرء في الحصول عليه، ما فاتك من خير تحزن عليه، إذا سعيت في تحقيق أمر وفشلت تحزن عليه. لما قال لا تحزن؟ فإنك لا تحزن، جاب العلة، هذا يسمى تعليل. يعني استرشد رجل صاحب ذهن وعقل وحجة يبين لك، يعني أكثر من واحد، ثم إذا أردت أن تبين له صواب ما قلت تقول: إن فعلت فإنك لا تحزن. كيف وجه الحزن هنا يا عبد الله؟ إذا قرأت عن السلف عبارة فكر فيها، لا تمر مرور الكرام دون فهم، لأن الغرض من نقل الآراء إنما هو تبسيط الفكر للقراء والسامعين لأجل الفهم. فكرت فيها، لأن من استشار قد ينجح وقد لا ينجح. من آمر لما تأتي وتسأل وتتحقق الأمر ثم تعزم، إما أن تفشل أو تنجح، إن نجحت فبحمد الله، وإن لم تنجح ما تلوم نفسك، لا يلحقك لوم ولا أسى، تقول: بذلت الجهد وسألت فلان وفلان. أما قرأت الحديث
في ولي الأمر عن الفتاة البكر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج عن وليها، ما يزوجها حتى تستأمر. آمر يعني طلب أمره ورأيه. الثيب تقول أريد أو لا أريد، هذا الزوج يلائم أو لا يلائم، فيقف عندها ولي الأمر. أما البكر قال تستأمرها تطلب رأيها، هذا من باب اللطف ومن باب طيب الخاطر للبنت حتى لا ترى أنها أقهرت وأجمرت، وإلا لو جاءها كف صالح فأبت يجبرها رب زوجها يجبرها ولي أمرها على الزواج، لكن قال حتى تستعمر تطييما لخاطرها. هنا يقول سليمان لا تفعل إنجاز أمر حتى تستشير ذو الخبرة والمعرفة من أكثر من واحد، لأنك إن سعيت في تحقيق هذا الذي استشرت فيه فلم يتحقق ما يلحق حزن، قال أنا فعلت هذا جهدي وذاك قضاء الله. واعلم أن بعد استشارتك يا عبد الله وسعيك في الأمر إذا كان مباح وجائز أو مطلوب ولم يتحقق، فاعلم أن الله أراد بك خيرا، لا تظن بالله ظن السوء، فإن الله أرحم بعبده من أن يرد عنه خيرا. اسمعوا ما بعده. وعن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وشاورهم في الأمر الآية، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن الله ورسوله غنيان عنهما، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي، فمن شاور منهم لم يعدم رشدا، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم عناء ولم يعدم غيا. آخر شيء ابن عباس ترجمان القرآن أحد أوعية العلم، وهو أكثر الناس فهما في استنباط معاني الآيات ودلالتها على الخبر. يقول لما نزل قوله سبحانه وشاورهم في الأمر، هذا في غزوة أحد، الله عز وجل يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم أنك قبل المضي في الأمر شاور أصحابك، اللهم صل عليه وسلم تسليما، هو أعقل الناس وأكثرهم فهم. يا عبد الله لا أدب معك، شراب وجالس تسمع أننا قلنا لقولك، هكذا طلب العلم الله يفتح عليك. وقال لما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك وهو أحصف الناس رأيا وأذكاهم وهو معصوم، الله يرشده إنما أراد أن يبين للأمة أن من السنة يا عباد الله إن أردتم الخوض في أمر، يعني أمر صعب أو مهم، شاور أهل الفكر وذو التجارب، فإنهم يعطونك خلاصة ما فعلوا. اسمع ما قال ابن عباس ثم نعود إلى مسألة القضية. اقرأ العبارة مرة أخرى. أما إن الله، اقرأ. نعم، أما إن الله ورسوله غنيان عنهما. أما إن الله ورسوله، الله عز وجل جاء بها هنا ليبين أنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في النصرة والتأييد والتوفيق لأنه رسوله. قال الله ورسوله مستغنون عن إشارة الناس وإرشادهم، هذا معنى أما، يعني انتبهوا
لا تفهموا من الآية أنه صلى الله عليه وسلم يحتاج في تبليغ القرآن وإنفاذه إلى آراء الناس، كلا، لكن أراد أن يبينهم. ولذا أثنى الله على المؤمنين قال وأمرهم شورى بينهم، ما يقطعون أمر حتى يشاوروا. ولذا المستبد برأيه الناس يكرهونه. لو كنت في سفر وأحدهم أمير عليك ثم يقضي الأمور دون أن يلتفت إلى أحد ما يحبونه. حتى في المنزل في الدار إذا كنت رب أسرة ثم قلت افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يمر عليهم الأيام ثم يرون أن هذا إنما فيه استبداد بالفكر وتجاهل له، يتحايلون بعد ذلك على عدم تنفيذ أمرك وتخطيطه. تطييما للخاطر شاورهم، اقرأ العبارة ما يقوله سبحانه: أما إن الله ورسوله غنيان عنهما ولكن جعلها الله رحمة لأمتي فمن شاور منهم لم يعدم رشدا ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غيا. إن الرشد، الرشد نقيض الغي، جاءها مقابل بها. المشورة أصلها من شاور في الأمر، بمعنى أنه طرح فكره يريد استخلاص واستخراج الفكر من هذا المشاور الطرف الآخر. فإذا المشاورة تأتي في أمر قد تراه أنه مصاب في الحق قريب إلى الإنجاز والفعل، لا يصادم فطرة، والشيطان يغريك بالعزم، ثم تقول لأن فيه إعجاب بالرأي، سيما في الصفقات هذه وفي التجارات، إذا رأى شيئا كذا شيئا مما يغريه في الكسب والغنيمة سعى دون أن يستشير أو يخبر، ظن أنه الفلاح والنجاح. فإذا وقع وعقد العقد ظهرت مصائب بعدها من ذلك. وأكثر محاكم الناس في قضايا الحقوق والمنازعات المالية هي من هذا الباب. لما تستشير أي تعرض رأيك، تطلب من الطرف الآخر أن يبدي رأيه، سيما إذا كان جماعة. ويا عبد الله إن أردت استشارة، ما هو في التجارة وفي الدنيا ولا في مسألة الزواج ولا في مسألة غيرها من التجارات، إنما هي عامة. حتى في الدين، إيش معنى حتى في الدين؟ ترى مسجدين ولا تعلم أيهما أفضل لك في القدوم عليهم، أو تريد الحج ولا تدري أي السبل أفضل لك في سلوكه، أو هناك رفاق يخرجون من القرية للحج ولا تعلم أي الرفقة أصوب لك، استشر في هذه. ما تستشر في الصلاة والصوم، هذه ما في استشارة، لأن الله أمرك والخير في فعله والمبادرة. لما تستشير تطلب منه إخراج رأيك، ولا تستشر إلا عالم ناصح عنده شيء من المعرفة والعلم، ويكون صديق لك ذو عقل. إيش معنى ذو عقل يا عبد الله؟ ما معناته ضد الجنون؟ ذو عقل أي أنه حصيف، يعرف المضر فيبتعد ويعرف المصلحة فيأتي بها. لا تستشير واحد غافل وجاهل، فإنه يضرك حتى لو كان صديق لك. ولا تستشير واحد أعمق أحمق فيه طيش وسفه يسارع في الإجابة، فإنه يضرك. ولا تستشر ذو عجلة في أمره، تقول قف يا فلان تعال أبغاك أريدك لي حاجة، تستشير وهو صاحب حاجة، ما يصح يا عبد الله. ولا تستشير ما أحد
جائع أو عطشان أو مشغول بفكر شغله ليل نهار، له مريض، جنازة يريد دفنها، أمر يسارع في تحقيقه، لا تستشر هؤلاء، لا ما يعطوا لك الرأي ثم تحرجهم. فإذا ابتليت أنت وسألك أحد لأجل استشارة وأنت في أحد هذه الحالات اعتذر عليه. يأتي الشيطان يقول لا، إن لم تجبه سيحمل عليك، وإن كانت لك مصلحة سيقطعها. لا لا تفعل هذا، لا يجوز، لا تعاجل في الإجابة. ولا ينبغي للمستشير أن يطلب إشارة فلان، فإذا عرفت هذا كالقاضي، القاضي له أحوال لا يجوز له فيها الفتيا، ويقول الذي يستشير لا يعدم رشدا، يعني لا يفوته أمر فيه خير وصواب. الرشد معرفة الحق والعمل به، وهو الهدى، ما ضل صاحبكم وما غوى، ألم تقرأ والنجم إذا هوى. فيخبر صلى الله عليه وسلم بعد إقسامه أن نبيكم سماه صاحب لأجل أن يبين أن هذا ما هو غريب، ولم يأتي ببدع من القول، وهو مألوف صدوق معكم، تراه ما هو صاحب ضلال لا يعرف الحق ابتعد عنه، وليس غاو عرف الحق فعمل بخلافه. ولذا اليهود قال عنهم غوات أصحاب غي، لأنهم عرفوا الحق فبعدوا عنه، ادعوا أنهم قتلوا المسيح وقتلوا أنبياء الله ورسله. ولا يكون صاحب ضلال كالنصارى لا يعرفون الحق، تركوا الكتاب المنزل على نبيهم وأخذوا برأي كذا. قال الذي يستشير ما يعدم رشد، لا يبد أن يوفق لهدى وصواب. والذي لم يستشير وعزم الأمور برأيه لا يعدم غيا، لا بد أن يلحقه شيء يتألم بعد ذلك من العاقبة. اقرأ. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمر المستملي سمعت أحمد بن سعيد الدارمي، سمعت النضر بن شميل يقول ما سعد أحد باستغناء رأي ولا هلك امرؤ دعا مشورة. هذا النضر بن شميل أحد علماء اللغة القدامى، يعني من أوائل أهل اللغة مع الخليل وسيبويه. ما الذي يقول؟ اسمعوا ما يقول. يقول ما سعد أحد باستغناء رأي، سعد من السعادة، والسعادة أن المرء يجد ما يؤمله تحقق، يعني المسرة والانبساط والراحة، هذه الأمور إنما تنشأ عن أمور، عن أشياء بحث عنها فوجدها، استقرت نفسه وطابت. ضد السعادة الشقاوة، الشقي يسعى في تحقيق الأمر ويبذل الأموال، قد يجد وقد لا يجد، إن وجد إنما هو بعد مضي جهد وعنف وألم، غيره يجد الأمر في غاية السهولة. فيقول النضر الذي يستشير هذا الذي يسعى، والذي لم يستشر ذاك الذي يشقى. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام. يقال أن التصدق بالملابس المستخدمة النظيفة فيه أجر كبير، وورد في ذلك حديث لا أعرفه، أقرأ من توضيح. أقرأ السؤال من عاد السؤال. يقال أن التصدق بالملابس المستخدمة النظيفة فيه أجر كبير، وورد في ذلك حديث ولا أعرفه،
هل من توضيح بارك الله فيكم؟ الأجر في كل صدقة أجر، أجر كبير ما في، لكن في أجر، الأجر من عند الله كبير، لا يستقل أمر، لا تصغر ما أعطاك الله ولا تتهاون بما أمرك الله، فإنما يعطيك أمر كثير لا يعطيه الآدميين لآخر. المرء إذا استعمل شيئا ففاض عن حاجته، الأولى أن تعطيه لآخر. يا ابن آدم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن تمسك الفضل فهو شر لك. الفضل يعني إيه؟ ما زاد عن الحاجة. وإن تنفق الفضل فهو خير لك. فإذا كان اللباس مضى زمان ثم رأيت أنه لا يليق بك، يليق بآخرين، لكن مثلك ما يرتاح أن يلبس هذا النوع، خذه وأعطه لغيره. الشراب والطعام واللباس، اللباس سواء كان داخلياً أو خارجياً أو ما تمتطيه كمركوب من النعال وغيرها، إذا علمت أنه صالح للاستعمال لا ترميه، لا تقذف به، اعطه لمن يستعمله. توضأ صلى الله عليه وسلم وضوءاً فبقي فضل ماء، ما رمى في الشارع، لكن جاء إلى أصل شجرة فوضعها فيه. لذا نهى بلال، نهى صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدخر قوتا لغد، رزق غد يأتيك، لا تحط شيء في المكتل ولا في المخزنة ولا في غيرها، اعطيها. هذه درجة عالية، من وثق بما عند الله أكثر مما يثق في يديه يقال له هذا الكلام. لكن لا تقل هذا الكلام وأنت مترف لولدك، ما يصح، ولا تقولها للناس، هذه ما تنفع، لكن تبين أن من فعل ذلك فهو أولى. فإذا عندك لا تأتي، إذا جاءك سائل يا عبد الله يطلب منك فضل الله، تبحث عن أردأ الطعام في البيت تقوم تقدمه له؟ لا، هذا ما ينبغي. ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو واحد أعطاك من هذا الطعام وأنت تعرف أنه لا تأكله تستحي رده، لأن هذا من الأدب. إذا جاءتك صدقة يا عبد الله اقبلها، قد تأتيك من غني ومن فقير، وقد تكون لست بصاحب حاجة، لكن من الأدب تقبلها. لكن لا تكن قاضياً ولا مفتياً ولا تتصدى في أمر الناس، لأن هذه اللي يقدم لك رشاوة، إنما أنت من أفراد الناس، ظنك محتاج أو فقير أو أحبك وضع في يدك أو قدم لك. بعض الناس من جهلهم يظن أن هذه عزة وأنفة، لا تبين أنك محتاج، هذا لا ينبغي، تقبلها. ثم بعد ذلك إن أحببتها أو تصدق بها، لكن إذا رأيت أحد يتصدق وتنظر إليه بعين شزرا، يعني من مؤخرة العين، وقلبك مستشرف له، هذا ما ينبغي لك قبوله. أيما عطاء وصدقة والقلب مستشرف له، ما طلبها بلسانه ولا مد يده، لكن يتطلع متى يأتي الدور لأجل أن ينال ما ينال من ذاك التوزيع. منذ قلبك يتحرك بهذا المعنى لا تقبل الصدقات. من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلت أنا من عنده. نعم. جمع الملابس التي تحتاج إلى غسيل وتركهما في دورة المياه كي تجتمع ثم تغسل، هل في ذلك حرج؟ يعني دورة المياه، هذه اللفظة يفهم منها أنها دورات المياه العامة، وليس هذا مقصوده. مقصوده أن في البيت
في ملابس وغيرها وتركها في الحمام فترة، هل يضر ذلك؟ ما أدري وجه سؤاله، إيش تتصور أنت؟ أما أنا أتصور أنه يقول أن الحمام بيت الشياطين، فإذا تركت الملابس فترة طويلة تستعملها الشياطين، هذا يخطر على البال ولا ما يخطر؟ لا، ما أظن السائل يخرج عن هذا المعنى، أو أراد أن الحمام الذي يعنيه ضيق يدخله الأطفال والحشر فهم لا يستبرئون، الاستبراء بمعنى أنه يتنزه أن يصيبه رشاش الموت فيتطاير، يقول يمكن هذه الثياب أصابها النجاسة، يمكن هذين المعنيين. يا عبد الله، إن وضعتها في الحمام ثم جئت بغسلها اغسلها، لا تعد الطعام إذا عندك في البيت لا تضعه مكشوف، فإن وجدت غطاء له فبحمد الله، فإن عدمت عن غطاء اعمد إلى شوكة ملعقة سكين عود ولو عود قل بسم الله، فإن في السنة داء ينزل من السماء كل سنة في يوم واحد، لا تدري قد يصادف ذلك، لا تقول عندي سقف والثلاجة مقفلة، لا يا عبد الله، إنما ينزله الله لا يمنعه حائل، إذا عندك إناء غطيه وقل بسم الله، ترى هذا أدب النبوة، لا تستعمل العقل في مصادمة ما يصح عنه صلى الله عليه وسلم. اقرأ. المأموم المسبوق إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام هل يسجد معه أم يسجد بعد سلامه من الصلاة؟ سؤاله: جئت إلى المسجد لتصلي مع الإمام وقد سبقك بركعات أو ركعة، هذه الركعات المسبوقة أنت ما أدركتها، سهى فيها الإمام، وسجود السهو جبران لما نقص أو زاد مخالفة للهيئة التي شرعها الله عز وجل، لو كانت عن عمد في واجب تبطل الصلاة، عن سهو ونسيان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذاك النقص أو الزيادة يجبر بسجدتين، إما قبل السلام أو بعد السلام، وفي أوقات أيهما أفضل. هذه الحكمة منها أنها ترغيم للشيطان، ترغيم يعني إيه؟ لما تقول هذا أفعله رغم فلان، يعني مراغمة لكبره سأفعل هذا الشيء، أصل المراغمة من الرغام، الرغام يعني الأرض ذات الطين، فأنت ترغم المخالفة على قبول الأمر رغم يعني غصبا عنه دون رضا. الشيطان سعى في سهوك عن هذه العبادة الجليلة، ولأجل مراغمته تأتي بالركعتين، ثم إنها تجبر ما نقص لك. هذا كلام خارج عن السؤال، لكن فائدته هذه الفائدة. السؤال يقول: سجد الإمام للسهو وأنا مسبوق، كان الأولى أن أقيم آتي بما سبقني به الإمام، هل أتابعه في سجود السهو أو أقوم؟ هذا وجه السؤال، عرفتم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني لابد تتبعه وتنقاد معه، إلا إذا فعل خطأ فأنت تجلس لا تتابع. هنا سجد، أسجد معه يا عبد الله، حتى ولو قمت، طالما سجد أسجد معه، فإذا انتهى قم ائت بما سبقك من ركعات، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا.